مرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس وتويتر يوسف حريم. بما ان احنا الحين في موسم كرة القدم وكأس العالم وما في احد يقدر يطلع اي مباراة بدون سناكس، خلينا نتكلم عن بعض السناكس اللي تكون افضل من الاشياء المتروسة شكر ودهن. طبعا النفيش من الخيارات اللي جدا جدا ممتازة، دائما نقول الاوادم it's nice and easy to eat، بسرعة نقدر ناكله واحنا متحمسين ويكون طعمه لذيذ. ثاني شيء عندنا الناتشوز، يمكن ناس تنصدم انني حاطه الناتشوز منها في هاي القائمه، وانما خلينا نفكر فيها بهالطريقه. لما احنا بناكل ناتشوز بناكل تشيبس بناكل يا صلصه بناكل يا جواكامولي وفي ناس تحط عليه لحم، فيصير يعني اولموست كنا وجبه متكامله، فنقدر نحصل منها مغذيات مختلفه في سناك واحد. ثلاثة عندنا الأتشباس اللي تكون مخبوزة بجميع أنواعها، سواء كان ليز أو أي نوع من أنواع البراندات للتونة، متعودين تأكلون شيبس مالهم المخبوز. ليش؟ لأن يكون فيها دهون مشبعة أقل من العادي. وأربعة عندنا الرايس كراكرز، وبعد لنفس السبب مال الأشباس المخبوزة، الرايس كراكرز عادة ما تكون مقلية، تكون مخبوزة فيكون فيها كمية الدهون واجد أقل. طبعا لازم ناكل السناك، لازم نبقى نشرب شيء وما نبقى نشرب ماي، أدري I know، فالخيار بيكون سليم طبعا.